أهلا بكم في الانجينيرينج ميكانيكس فرع الداينامكس، محاضرة اليوم بعنوان Conservation of Energy أو قانون حفظ الطاقة. الجسيم اللي بيتحرك على سطح الأرض، الطاقات اللي تهمني هي الميكانيكال انرجي، بتهمني في الميكانيكا الهندسية. الجسيم ده بيتحرك يبقى فيه طاقة حركة، وكذلك بيرتفع عن سطح الأرض وبينخفض يبقى فيه تغير في طاقة الوضع. يبقى الطاقات اللي أنا أقصدها الميكانيكال إنرجي بالنسبة لجسيم مجموع طاقتي الوضع والحركة. بيقول إيه قانون حفظ الطاقة؟ إن الطاقات دي ثابتة، بيبقى فيه كونستانت. الطاقات دي الميكانيكال إنرجي كونستانت عند أي نقطة، وبالتالي أقدر أربط تو ستيتس أو حالتين مع بعض للجسيم. الحالة الأولى يبقى طاقة الوضع زائد طاقة الحركة عند الحالة الأولى بتساوي طاقة الوضع زائد طاقة الحركة عند الحالة الثانية، وبالتالي أقدر أربط المتغيرات اللي هي موجودة في طاقة الحركة اللي على رأسها السرعة، وكذلك المتغيرات الموجودة في طاقة الوضع اللي على رأسها ارتفاع الجسيم ده، وطبعا وزنه، لأن طاقة الوضع عبارة عن الوزن في ارتفاع الجسيم ده عن سطح الأرض، أو أي ديتم أنا هاخده عشان أشوف التغير في طاقة الوضع، وبالتالي أقدر أسولف كينيتيك بروبلمز. يبقى إذن الـ conservation of energy في الميكانيكا الهندسية بنهتم بالميكانيكال انرجي، إن التوتال ميكانيكال انرجي ريمينز كونستانت، مجموع الطاقات اللي عندي ثابتة، وده جاي من قانون بقى العام لحفظ الطاقة أو قانون بقاء الطاقة، إن الطاقة لا تفنى ولكن بتتحول من صورة إلى صورة أخرى. طيب إيه الطاقات اللي تهمني كميكانيكال انرجي؟ طاقة الوضع وطاقة الحركة. طيب طاقة الحركة عارفينها نص كتلة الجسيم في مربع السرعة، أمال إيه طاقة الوضع؟ تعالوا كده نسترجع مع بعض لما خدنا الشغل المبذول بواسطة وزن الجسيم ورسمنا نفس الرسمة دي. أدي جسيم أهو بيتحرك من تو ستيتس، ستيت A1 لستيت A2، وزنه W وبالتالي بيأثر إلى أسفل وبينتقل من A1 ل A2. كان عند A1 الالتيتود بتاعه الارتفاع بتاعه الليفيشن Y1، عند A2 كان Y2، Y2 أكبر من Y1، وبالتالي أقدر أجيب الشغل المبذول بواسطة وزن الجسيم ده. كان عبارة عن إيه الوزن ده؟ الوزن في المسافة الرأسية، المسافة الرأسية اللي هي Y2 ناقص Y1، والوزن لأسفل، والزاوية بين الديسبليسمنت اللي هي لأعلى والوزن والأسفل 180 درجة. ومن تعريف الشغل إن الW في الدي ار او الواي 2 ناقص واي 1 المسافه دي في كوزين الزاويه، والزاويه بينهم 180، يبقى سالب على طول دبليو واي 2 ناقص دبليو واي 1، اوزع السالب يبقى دبليو واي 1 ناقص دبليو واي 2. بص كده ده الشغل مبذول من 1 ل 2. دبليو واي 1 نبص عليها كده عباره عن ايه؟ عباره عن طاقه. الدليل على ذلك بص على اليونتس، نيوتن في متر، نيوتن متر اللي هو الجول، دي طاقة، يبقى WY1 دي طاقة WY2 طاقة، يبقى كده حصل تغير في الطاقة، والشغل عبارة عن طاقة أو تغير في الطاقة. طب أنهي طاقة دي؟ WY1 دي طاقة الوضع، طاقة وضع الجسيم. فعلا الجسيم ده هنا كان له طاقة معينة، لما انتقل للستيت الثانية الاليفيشن اتغير، وبالتالي الطاقة اتغيرت، بالتالي الطاقة اتغيرت. الفرق بين الطاقتين دول محتاج شغل، محتاج شغل مقداره WY1 ناقص WY2، يبقى WY دي WY سواء Y1 أو Y2 دي طاقة الوضع. يبقى كده U شغل مبذول من 1 ل2 عبارة عن هرموز لطاقة الوضع بالرمز V، واحنا رمزين قبل كده لطاقة الحركة بالرمز T، طاقة الوضع V، يبقى V طبعا دي طاقة الوضع على سطح الأرض نتيجة الوزن بالجرافيتيشنال فورس، عشان كده بقول VG في الستيت الأولانية ناقص VG في الستيت الثانية. WY1 هي VG في الستيت الأولانية، WY2 هي VG في الستيت الثانية، و VG in general عبارة عن Y في W في WY. يبقى دي طاقة الوضع، طاقة وضع أي جسيم عبارة عن وزنه في مين؟ في ارتفاعه عن سطح الأرض، أو أي ديتم أنا هاخده عشان أشوف التو ستيتس. يبقى كده دي الجرافيتيشنال بوتيشنال إنرجي أون إيرث. كمان لما خدنا الشغل المبذول بواسطة سبرينج على بارتيكل كان عبارة عن إيه؟ رسمنا برضو نفس الرسمة دي، وخدنا الفري بادي دياجرام للبارتيكل بالشكل ده، ودي السبرينج فورس،
وقلنا ان الشغل المبذول كان عبارة عن ايه؟ عبارة عن نص كي اكس 1 سكوير ناقص نص كي اكس 2 سكوير، والكي السبرينج كونستانت، واكس 1 واكس 2 موضحين في شكل دو ستريتش للسبرينج، ده الفيرست ستريتش وده السكند ستريتش. وبالتالي عشان يتتغير بقى يحصل ستريتشنج للسبرينج، في طاقه بقى هنا نص كي اكس 1 سكوير، وطاقه الثاني في الحاله الثانيه نص كي اكس 2 سكوير. طيب الطاقه دي عباره عن طاقه ايه؟ ده البوزيشن او الوضع بتاع الجسيم ده اتغير، كان هنا اصبح في وضع ثاني، يبقى ده تغير في طاقه وضع نتيجه الالاستيك انرجي. الالاستيك انرجي هنا تحولت الى ايه؟ تحولت الى طاقه او اثرت على وضع الجسيم، يبقى دي طاقه وضع. يبقى الشغل المبذول من واحد لاثنين عباره عن في اي اي فور الاستيك، اي فور الاستيك، يبقى ده مكتبه في حاله لما يكون سبرينج او اي الاستيك اليمنت. يبقى البوتنشال انرجي نتيجه الالاستيك في الستيت الاولاني ناقص البوتنشال انرجي في الستيت الثاني نتيجه الالاستيك. يبقى الفي الاستيك عباره عن ايه؟ عبارة عن elastic potential energy، عبارة عن ايه؟ نص kx سكوير، نص kx سكوير، x مقدار الاستطالة، والk ده الستيفنس الخاص بالسبرينج. يبقى كده عرفنا طاقة الوضع في حالة جسيم بيتحرك نتيجة وزنه او بيأثر، او في شغل مبذول نتيجة وزنه، وكذلك هنا شغل مبذول نتيجة elastic force. يبقى دي elastic potential energy ودي gravitational potential energy on earth. طاقة ينبثق منه مبدأ رياضي اسمه مبدأ حفظ الطاقة. مبدأ حفظ الطاقة ينص على أنه عندما يتحرك جسيم تحت تأثير conservative force، قوة حفظة، زي إيه؟ زي قوة الوزن وقوة السبرينج أو السبرينج فورس، بينص على أن مجموع الطاقة الميكانيكية، يعني إيه الطاقة الميكانيكية؟ يعني طاقة الحركة زائد طاقة الوضع بتساوي مقدار ثابت. يبقى الطاقة الميكانيكية هتساوي مقدار ثابت. إيه هي الطاقة الميكانيكية اللي أنا أقصدها؟ طاقة الحركة الكينيتيك إنرجي، وطاقة الوضع البوتنشال إنرجي بتساوي كونستانتس أو بتظل ثابتة مهما حصل تغير في موضع الجسيم. لو رمزنا لطاقة الحركة بالرمز T وطاقة الوضع بالرمز V، إذن المبدأ الرياضي مبدأ حفظ الطاقة عند حالتين من حالات الجسم. ناخد حالتين من حالات الجسم، الحالة الأولى والحالة الثانية. يبقى إذن طاقة الحركة زائد طاقة الوضع في الموضع الأول أو عند الستيت 1 بيساوي مجموع طاقة الحركة وطاقة الوضع في الحالة الثانية. T1 plus V1 equals T2 plus V2، أقدر أقول كمان equals T3 plus V3 equals T4 plus V4 وهكذا. يبقى لو عندي positions مختلفة للجسم أقدر أعبر رياضيا باستخدام مبدأ حفظ الطاقة بالمتساوية دي أو بالمعادلة دي. طب إلى الآن طاقة الوضع اللي هي الـ V خدنا نوعين منها، خدنا طاقة الوضع نتيجة قوة الجذب اللي هي الجرافيتيشنال بوتنشال انرجي، وطاقة الوضع نتيجة قوة سبرينج سبرينج فورس اللي هي الالاستيك بوتنشال انرجي. اذا ممكن اعبر عن مجموع طاقات الوضع بالحالتين دول اللي هما الجرافيتيشنال بوتنشال انرجي والالاستيك بوتنشال انرجي بالشكل ده. يبقى اذا هفك V1 وV2 واعبر عنه، طبعا T1 بلس V1 دي الميكانيكال انرجي وارمز لها بالرمز E. يبقى اقدر اعبر عن المعادله دي، افك ال V1 عباره عن VG1 بلس VE1 و V2 عباره عن VG2 بلس VE2. AVG1 دي الجرافيتيشنال بوتنشال انرجي، اي في اي 1 دي الالاستيك بوتنشال انرجي، دي اللي عندي الحاله الاولى زيهم بالظبط عند الحاله الثانيه. تعالوا نطبق مبدا حفظ الطاقه على مثال سبق دراسته لما اخذنا مبدا الشغل والطاقه. ده بندول بسيط، بندول بسيط عباره عن كتله مقدارها ام مربوطه في حبل طوله ثابت طوله ال، تم سحبه للوضع ده عند وضع A1 وبعد كده هنسيبه بحيث ينزل، يبقى كده released from list، فهينزل يكتسب ايه؟ يكتسب بقى تسارع، يكتسب طاقة حركة. عايزين بقى المطلوب ايجاد سرعته عند الحالة الثانية،
وكمان ايجاد سرعته عند الحاله الثالثه. يبقى كده نقدر نربط الحالتين دول، الحاله E1 والحاله E2 مع بعض، وبعد كده ممكن اربط كمان بيهم الحاله عند A3. تعالوا نربط A1 بA2 لان هو طالب السرعه هنا. طب استخدم مبدا حفظ الطاقه ليه؟ لانه عايز سرعه وطاقه الحركه، او مبدا حفظ الطاقة في طاقة الحركة، وطاقة الحركة عبارة عن نص كتلة الجسيم في مربع سرعته. إذا بالتعبير عن كينيتيك انرجي أقدر أجيب السرعة. وكذلك يبقى أنا محتاج أجيب البوتنشال انرجي عند الستيت الأولانية والستيت الثانية. البوتنشال انرجي دي يو تو إيه هنا؟ دي يو تو جرافيتيشنال فورس، لأن مفيش أي سبرينج أو إلاستيك فورس، لأن إيه؟ الحبل ده هنفترض إن إيه؟ ما بيتشدش أو ما بيحصلش فيه إلاستيستي أو إلاستيك فورس، أو ما بيشتغلش زي السبرينج. يبقى كده عندي بوتنشال إنرجي ديو تو لجرافيتي فقط، يبقى جرافيتيشنال بوتنشال إنرجي. يبقى لازم آخد ديتم، ديتم باخده دايما عشان أعبر عن الجرافيتيشنال بوتنشال إنرجي في الحالة E1. كده البوتنشال إنرجي في الحالة E1 بناء على الديتم ده لو خدته هنا عبارة عن إيه؟ عبارة عن وزن الجسيم في الألتيتيود ده، الارتفاع ده اللي هو L بقى في الحالة 2. طب في الحالة الأولى، في الحالة الأولى دي البوتنشال انرجي في الحالة A1 معذرة هتبقى W في L. طب في الحالة الثانية هنا الالتيتيود أو الاليفيشن بزيرو، لأن إيه؟ بيمر به الديتم، فهيبقى إيه؟ هيبقى صفر بقى البوتنشال انرجي عندي A2. طب لو خدت الديتم هنا، لو خدت الديتم هنا هتبقى البوتنشال انرجي أو الجرافيتيشنال بوتنشال انرجي عندي A1 بصفر. عشان إيه؟ عشان الالتيتيود أو الارتفاع بصفر. طب لو او البوتنشال انرجي او الجرافيتيشن بوتنشال انرجي عند الحاله الثانيه A2، ده هيبقى لها مقدار عباره عن الديسبليسمنت هقيسها لتحت، والجرافيتي او الجرافيتيشن فورس لتحت، يعني هما الاثنين في اتجاه واحد، يبقى هتطلع بقى الديسبليسمنت بالسالب بقى، هتطلع ايه؟ لو خدت الديتم هنا فيبقى البوتنشال انرجي عند A2 سالب W في L. تعالوا بقى نطبق على طول مبدا حفظ الطاقه، يبقى هنطبق المبدا ده T1 بلس V1 ايكوالز T2 بلس V2. طب يبقى كده T1 طاقه الحركه في الحاله A1 بصفر، لان ايه؟ ريليز فروم ريست، سرعته صفر، يبقى طاقه الحركه عند الحاله الاولى صفر، وبالتالي L بناء على الديتم ده الجرافيتيشنال بوتنشال انرجي V1 هتبقى عباره عن W في L، W L لان انا واخد الديتم تحت، W في L، W دي مين؟ وزن الجسيم، L ده طوله، الطول الرأسي، ده عندي الحالة الأولى بقيسه من الديتم هنا مباشرة الطول L. طيب وبعد كده عند الحالة الثانية، طاقة الحركة عند الحالة الثانية عبارة عن نص كتلة الجسيم في مربع سرعته، نص M V2 سكوير، و V2 مجهولة والكتلة معطاة. طب V2 V2 بصفر، لأن الإليفيشن هنا بصفر، البعد الرأسي بصفر. يبقى كده هعوض على طول مباشرة في المتساوية بتاعت مبدأ حفظ الطاقة بالشكل ده، T1 بلس V1 اللي هي ايكوالز ايه؟ لأن T1 بزيرو، يعني ما عنديش غير V1 اللي هي WL، هيبقى WL هيساوي مين؟ ده كده الستيت الأولانية. في الستيت الثانية عبارة عن ايه؟ عندي V2 بزيرو، يبقى ما فيش غير طاقة الحركة نص MV2 سكوير، يبقى دي معادلة في مجهول واحد، مين؟ هو V2. هيطلع V2 لو فاكرين كان لما استخدمنا قانون نيوتن الثاني ومبدأ الشغل والطاقة، كانت V2 عبارة عن جذر 2 GL، لازم يطلع بنفس المقدار، طلعت V2 بعد ما نخصت جذر 2 GL. جت ازاي؟ W دي عبارة عن MG، يبقى كده عندي M هتضيع مع ال M هنا، يتبقى ال GL في الطرف ده، وعندي نص V2 سكوير في الطرف الثاني، اخد الجذر، يبقى V2 جذر 2 GL. يعني ايه الكلام ده؟ بمفهوم الطاقات، اي نعم جبت السرعة، لكن الطاقات ايه اللي حصل فيها؟ احنا قلنا قانون بقاء الطاقة، الطاقة مالها؟ بتتحول من صورة للتانية. طب هل تحولت من صورة للتانية من A1 لA2؟ ده عندي A1 طاقة الوضع اقصى ما يمكن بالنسبة للحالة بتاعت الجسيم اللي هو بيتحرك او بيتارجح من A1 لA2، طاقة الوضع اقصى ما يمكن، وطاقة الحركة بصفر. طيب عندي الحالة الثانية، ده طاقة الوضع بصفر وطاقة الحركة أقصى ما يمكن، يبقى كده طاقة الوضع تحولت إلى طاقة حركة. البوتنشال إنرجي عندي 1 تحولت لتوتال كاينيتيك إنرجي عندي 2. طيب لو أنا خدت الستيت الثالثة، T3 بكام؟ طاقة الحركة عند A3 بكام؟ هيرجع زيه زي A1، يرجع يسكن هنا
وبعد كده يعاود التأرجح، يبقى تي 3 بزيرو. يعني ايه تي 3 بزيرو؟ يعني طاقة الحركة رجعت لصفر. كانت هنا طاقة الحركة أقصى ما يمكن، هنا كانت طاقة الحركة بصفر، يبقى رجعت تاني الكينيتيك انرجي لبوتنشال انرجي، لازم تتحول لصورة تانية. كام البوتنشال انرجي لنفس الداتا دبليو ال؟ يبقى في 3 هي رجعت تاني لفي 1، يبقى الكينيتيك انرجي رجعت مرة أخرى للبوتنشال انرجي. وده فيريفيكيشن لقانون بقاء الطاقة، الطاقة بتتحول من صورة إلى صورة أخرى، بوتنشال انرجي لكينيتيك انرجي ثم لبوتنشال انرجي، وبعد كده هيرجع تاني من بوتنشال انرجي لكينيتيك انرجي، من كينيتيك انرجي لبوتنشال انرجي، وهكذا. يبقى كده لو انا خدت خط كده زي الخط المرسوم ده عندي A وA داش، يبقى فيه كأنه فيه ميرور هنا الخط ده او سيمتري، يبقى اي حالة A زي A داش بالظبط، يبقى سرعة A، السرعة عندي A هي نفسها السرعة عندي A داش، طاقة الحركة عندي A هي نفسها طاقة الحركة عند A داش، طاقة الوضع عند A هي نفسها طاقة الوضع عند A داش، يبقى ما بين E1 و E2 طاقة الحركة مش بصفر وطاقة الوضع مش بصفر، لكن مجموع الاثنين ثابت، هنا طاقة عند E1 طاقة الحركة بصفر، تبدأ كل ما ينزل الجسيم كل ما تزيد طاقة الحركة، طاقة الوضع كانت أقصى ما يمكن، كل ما ينزل الجسيم تقل طاقة الوضع. كل ما ننزل لتحت طاقة الحركة تزيد، طاقة الوضع تقل، طاقة الحركة تزيد، طاقة الوضع تقل، طاقة الحركة ماكسيمم، طاقة الوضع صفر. بعد كده يطلع لفوق، طاقة الحركة تقل، طاقة الوضع تزيد، طاقة الحركة تقل، طاقة الوضع تزيد، طاقة الحركة صفر، طاقة الوضع أقصى ما يمكن، وهكذا. مثال بيقول لي تم وضع كتلة A وزنها 30 باوند على 2 سبرينجز، ويتم ضغط ال 2 سبرينجز لأسفل، يتم ضغط السبرينج الداخلية والسبرينج الخارجية مسافة معينة، وبعد كده يبقى ده الانيشال ستيت، وبعد كده هيسيبها، هيسيبها طبعا لما ضغطها الطاقة اللي اختزنت في السبرينجز هيحصل ريليز للطاقة دي، هيسيبها، لما يسيبها الكتلة دي ايه؟ السبرينجز هيحصل لها ستريتش لأعلى، والكتلة نفسها هتطلع لفوق تكتسب كينيتيك انرجي لاعلى لحد ما تسكن. يبقى عايز بين التو ستيتس دول، التو بوزيشن، البوزيشن الاولاني البوزيشن الثاني، عايز يوجد الهايت، يا ترى اقصى هايت هتصعده البلوكه دي قد ايه قبل ما تسكن. فكده عندي هنطبق مبدا حفظ الطاقه تي 1 بلس في 1 بيساوي تي 2 بلس في 2. تي 1 بالنسبه لتي 1 انت كده مخير تاخد التي 1 هنا او التي 1 هنا، مفيش اي مشكله. في البداية خالص بدأت ايه؟ الأول أول حاجة كانت تي 1 بكام؟ كانت تي 1 بصفر، لأن ايه؟ هيضغط وبعد كده خلاص سكنت ويسيبها، وبرضه لما يوصل هنا هتبقى الفلوستي برضه بصفر، تبقى بصفر، يعني سكون في الأول وسكون في الآخر، يعني الكينيتيك انرجي في الستيت الأولانية بتساوي الكينيتيك انرجي في الستيت الثانية بتساوي صفر، يبقى الشغل كله في البوزيشن انرجي. طب البوزيشن أو البوتنشال انرجي، البوتنشال انرجي هنا كانت قد ايه؟ لو انا خدت الديتم الخط ده، يعني هناخد الخط ده هو الديتم، يبقى كده الجرافيتيشنال بوتنشال انرجي عباره عن ايه؟ الجرافيتيشنال بوتنشال انرجي عباره عن صفر، يبقى زيرو، يبقى كده تي 1 بزيرو وفي 1 بزيرو لو خدت الديتم هنا. وبعد كده لما تطلع لفوق هتكتسب بوتنشال انرجي مقدارها الوزن في الاتش ده، هنا الاتش اقدر احسب الاتش بقى. طيب بالنسبه للسبرينجز، الالاستيك بوتنشال انرجي لاي سبرينج نص كي اكس سكوير او اس سكوير، ومديني المسافات اللي هتنضغط انضغطتها كل واحده، او هيبقى هنا بقى ستريتش بقى، هيبقى ستريتشد، هنا هتستريتش 4 وهنا هتستريتش 6، يبقى كده اكس 1 هنا 4 او اكس خاصه بالسبرينج الصغيره من بره دي 4 واكس الخاصه بالسبرينج الداخليه 6، يبقى كده نقدر نحسب الالاستيك بوتنشال انرجي. يلا نطبق الكلام ده، يبقى ادي التي 1 بزيرو والفي 1 بزيرو، ليه؟ لان الديتم هنا زي ما احنا قلنا الديتم هناخده هنا، يبقى في 1 بزيرو، وبعد كده عندي البوتنشال انرجي
البوتنشال انرجي الخاص طبعا اللي بزيرو دي اللي هي الجرافيتيشنال بوتنشال انرجي، في 1 الخاصه بالبوتنشال انرجي لكن اللي هي في جي 1، في جي 1 لكن في اي 1، في اي 1 مش بصفر، مش في صفر. امال بكام؟ اه ده فيه طاقه مختزنه في السبرينج عباره عن نص كي، كي الخاصه بالسبرينج ب 200 وحصل لها قد ايه الاستطاله؟ 4 انش، يبقى نص 200 في 200 في 4 سكوير، نص كي اكس سكوير زائد السبرينج الثانيه نص في 100 يحصل لها ستريتش قد ايه؟ 6 انش، يحصل لها ستريست يبقى نص 100 في 6 سكوير. يبقى كده انا خلصت من الطرف اللي قبل يساوي، يبقى مين اللي مش بصفر؟ اللي هو في اي 1 لكن في جي 1 بصفر وتي 1 بصفر يساوي التي 2، التي 2 بصفر سكنت. يتبقى مين؟ يتبقى الجرافيتيشنال بوتنشال انرجي، عباره عن ايه؟ عباره عن الوزن في الاتش، الوزن 30 مدهوني في اتش اهي، زائد صفر اللي هي مين الصفر دي؟ اللي هي الالاستيك بوتنشال انرجي، مفيش بقى سبرينج هنا، يبقى الالاستيك بوتنشال انرجي برضه هتبقى بكام؟ بزيرو. يبقى كده معادله في مجهول واحد هو الاتش، تطلع الاتش 113 انش، يبقى المسافه اتش دي 113 انش. ناخد اكزامبل، بيقول لي في 20 باوند كولر، اللي بلون الاخضر دي اسمها كولر طوق، بيعمل سلايدنج راسيا على رود، اللي بلون الازرق ده رود، والكولر مربوط بيها سبرينج. السبرينج كان فيها انديفورمد لينث، يعني كانت فري بدون اي ديفورميشن 4 انش. طيب الطول اللي قدامنا ده كام؟ 8 انش، يبقى السبرينج دي اتشدت حصل فيها تنشن او اتاتشد حصل ديفورميشن بقى بمقدار كام؟ بمقدار 4 انش، كانت 4 انش لحد هنا واتشدت كمان 4 انش بحيث اتثبتت في الكولر، يبقى كده السبرينج دي مشدوده. والسبرينج كونستانت مديني سبرينج كونستانت 3 باوند بير انش، الكي 3 باوند بير انش، ده خاص بالسبرينج. بيقول لي اف ذا كولر از ريليزد فروم ريست، يعني هنسيب الكولر دي بحيث تنزل بالوزن بتاعها، هنا كان البوزيشن رقم واحد، فهتوصل راسيا لتحت طبعا، تنزل بالجاذبيه هتنزل مسافه لتحت لحد بوزيشن جديد اسمه 2، سموه لي بوزيشن 2. طب هتنزل كام انش؟ قاسها ولقيها 6 انش، فبعد ما نزلت قاس المسافه لقاها 6 انش بالشكل ده، يبقى الكولر لما نسيبها هتنزل بالشكل ده راسيا الى اسفل، يبقى وصلت لحد البوزيشن 2 اللي هي بعد 6 انش عن البوزيشن رقم 1، وطبعا السبرينج هيحصل فيها مزيد من التنشن او هتبقى ستريتشد اكتر، هتتشد اكتر. ليه؟ لان المسافه زادت، هنا كانت 8 انش، هنا هتبقى المسافه كام؟ اقدر اجيبها عن فيثاغورس، زاوية قائمة 8 سكوير زائد 6 سكوير، والجذر التربيع هتدي لي كام؟ 100، 8 سكوير 64، 6 سكوير 36، يبقى 100 جذر ال 110، يبقى كده الطول ده كام؟ 10 انش، يبقى الطول الجديد للسبرينج 10 انش. ايه المطلوب؟ عايز الفلوستي، عايز الفلوستي هنا عند البوزيشن رقم 2. من معطيات المسألة مديني سبرينج كونستانت، وبالتالي في طاقة وضع هتبذل على البارتكل، هعتبر الكولر ده هو البارتكل، ففي إلاستيك بوتنشال إنرجي من السبرينج في الستيت الأولى والستيت الثانية، وكذلك عايز الفلوستي عند الستيت رقم 2، يبقى دي ممكن أجيبها من الكينيتيك إنرجي، يبقى كده عندي بوتنشال إنرجي وكينيتيك إنرجي في ستيت 1 وفي ستيت 2، يبقى مناسب جدا إن أنا أستخدم المبدأ حفظ الطاقة اللي هو مجموع طاقات الوضع والحركة بيساوي كونستانت، يبقى طاقة الحركة والوضع عند البوزيشن 1 بيساوي مجموع طاقة الوضع والحركة عند البوزيشن 2. تعالوا كده نطبق المبدأ ده، عندنا كام طاقة وضع هنا؟ عندنا 2 طاقة وضع، واحدة إلاستيك والتانية جرافيتيشنال نتيجة الجذب، قوة الجذب، وعندنا كينيتيك إنرجي عند 2، كينيتيك إنرجي عند 1 بيقول له ريليزد فروم ريست يبقى 0، ما دام ريليزد فروم ريست يبقى زيرو هنا الفلوستي، وبالتالي كانت انرجي عند 1 زيرو، لكن عند 2 مش هتبقى زيرو، هو عايز السرعه بتاعتها. يبقى هنكتب على طول المعادله بتاعت مبدا الشغل والطاقه، الكينيتيك انرجي عند الستيت 1 او البوزيشن 1 زائد الجرافيتيشنال
potential energy عند الستيت 1 زائد الإلاستيك potential energy عند الستيت 1 هتساوي الكينيتيك energy عند الستيت 2 plus الجرافيتيشنال potential energy عند الستيت 2 plus الإلاستيك potential energy عند الستيت 2. هشوف بقى إيه المعطى وإيه المجهول في المتساوية دي. أول حاجة عايزين نحسب مين البوتنشال فورس او البوتنشال انرجي. البوتنشال انرجي اللي عندنا، عندنا اثنين بوتنشال انرجي VG1 وVE1. نبدا بVE1. VE1 الالاستيك بوتنشال انرجي عباره عن ايه؟ نص KX1 سكوير. دي VE1 خلي بالك، VE1 نص KX1 سكوير، وVE2 لما نجي لها عند البوزيشن 2 بالمره هتبقى نص KX2 سكوير، وبالتالي لازم اجيب X1 وX2. X1 وX2 يا ترى السبرينج حصل فيها ستريتش كام انش في الستيت 1؟ جبناها كانت 4 انش وبعد كده شدناها كمان 4 انش، يبقى X1 بكام؟ X1 ب 4. طب X2 في الحالة الثانية لما تتشد كانت 4 ووصلت كام؟ وصلت 10، يبقى 10 ناقص 4 6، يبقى X1 بكام؟ X1 ب 8 ناقص 4 4 انش. يبقى كده اقدر اعوض عن الX1 وعندي الكيب كام؟ الكيب مديها لي في راس المسألة 3 باوند بير انش، يبقى نعوض نص 3 باوند بير انش في 4 انش سكوير، يبقى إذا الإلاستيك بوتنشال انرجي 4 انش باوند، أو ممكن نصغر الرقم ده عندنا الفوت القدم بيساوي 12 انش 12 بوصة، وبالتالي 24 على 12 هتديني 2 فوت باوند، يبقى كده حسبت VE1 خلاص حسبتها. طيب بالنسبة للجرافيتيشنال بوتنشال انرجي هناخد لها ديتم، ناخد ديتم عشان نحسب VG1 وبرضه بالنسبة لنفس الديتم لازم نفس الديتم هنحسب VG2، فناخد الديتم هنا عند الستيت او البوزيشن 1 ده الديتم. يبقى كده ما دام الديتم هنا مفيش بقى اليفيشن ولا ديسبليسمنت خاصة بالنقطة 1، يبقى كده VG1 بزيرو، يبقى كده VG1 بزيرو. ليه؟ لان خدت الديتم فوق، لو خدت الديتم تحت مش هتبقى زيرو، هتبقى الوزن اللي هو 20 باوند في 6 انش، لكن خدتها فوق. بعد كده عندي T1 الكينيتيك انرجي، كل ده انا بجيب الطرف اللي على الشمال، الكينيتيك انرجي عندي 1 بزيرو لان قال لي ريليز فروم ريست، يبقى الفيلوسيتي بزيرو وبالتالي الكينيتيك انرجي هتبقى بزيرو عند الستيت 1. كده عندي T1 وعندي VG1 وعندي VE1، يبقى كده جبت الطرف الشمال كله. تعالوا نشوف الطرف اليمين هنجيبه ازاي. بنفس السيكونس X2 هتبقى 10 ناقص 4 ب 6 انش، يبقى كده اقدر اجيب VE2 البوتنشال انرجي او الالاستيك بوتنشال انرجي هتبقى نص KX2 سكوير، ال K3 وال X2 ب 6 تطلع 54 اقسم على 12 تطلع 4 ونص فوت باوند. يبقى كده جبت مين؟ جبت VE2. طب VG2 انا خدت الديتم فوق، يبقى كده الوزن اتجاهه الاسفل دايما، يبقى كده الديسبليسمنت بقى في نفس اتجاه الوزن، يبقى على طول هتبقى ايه؟ هتبقى سالب بقى، الديسبليسمنت سالب. احنا متعودين ناخد الديتم تحت ونقيس من تحت لفوق والوزن لتحت، يعني الديسبليسمنت لفوق والوزن لتحت دايما عكس بعض عشان تبقى طاقه الوضع موجبه، لكن هنا هيبقى الديسبليسمنت او البوزيشن يبقى سالب بقى نيجاتيف، لان انا بقيس ايه المره دي؟ بقيس من فوق لتحت، يبقى هتبقى سالب ال 20 في كام؟ في 6. يبقى في جي 2 دبليو دي دبليو واي 1، طيب دبليو زي ما هي 20 والواي 1 احنا متعودين نقيسها من تحت لفوق، هنا قيسناها من فوق لتحت يبقى سالب 6، يبقى تطلع سالب 120 انش باوند قاسم على 12 يبقى سالب 10 فوت باوند. يبقى كده جبت في جي 2، يبقى عندي في اي 2 جبتها وفي جي 2 جبتها، يبقى المجهول عندي مين؟ تي 2 اللي هو فانكشن في مين؟ فانكشن في الفلوستي اللي هو نص ام في في سكوير، نص ام في الفي سكوير. طيب يبقى كده تي 2 عباره عن نص ام في 2 سكوير. طب انا محتاج الكتله، محتاج الكتله وعندي الوزن، في علاقه بين الكتله والوزن؟ الوزن عباره عن الكتله في العجله، هنا بستخدم الـ FPS system، فالعجلة بكام؟ بـ 32.2، يبقى قاسم الوزن على العجلة، يبقى 20 باوند على 32.2 اللي هي العجلة، عجلة الجاذبية الأرضية في الـ FPS system، V2 سكوير. يبقى المجهول الوحيد لما أحط بقى المتساوية دي كلها كده
يبقى هو مين؟ هو الـ velocity. عندنا كده v square يعني معادلة أو v square مربعة، هيطلع v square وبقية الأرقام هتبقى أو رقم واحد هيبقى في الطرف الثاني، يبقى كده هاخد الجذر التربيعي يطلع رقمين زائد أو ناقص 4.91، زائد أو ناقص 4.91. طب هاخد أنهي قيمة السرعة بتاعتي؟ هتبقى إيه؟ 4.91 واتجاهها الأسفل، يبقى السرعة هيبقى 4.91 فوت بير سكند، والاتجاه بتاعها لأسفل، لازم يطلع الاتجاه بتاعها لأسفل. الاتجاه التاني هيبقى إيه؟ هيبقى مرفوض، لأن الكولر إيه؟ نزلت لتحت عند الستيت أو البوزيشن رقم 2. كده أجبنا عن المطلوب. مثال آخر، مديني كتلة اسمها R أو رام مقدارها 100 كيلو جرام، هيتم إسقاطها سقوط حر، وبعد كده هتقابل تو سبرينجز، تقابل سبرينج رقم A الأول الكبيرة وبتبدأ تضغطها، بعد كده تقابل سبرينج B وتبدأ برضه تضغطها، ده فيزيكال هيحصل طبيعيا، لازم إيه؟ القوة اللي جاية بيها أو الطاقة اللي جاية بيها الرام دي اللي تسقط بيها هتضغط مين؟ هتضغط التو سبرينجز، وبالتالي هو طالب مين؟ طالب المسافة أو الديسبليسمنت اللي هتنزلها وتنضغطها لسبرينج A. بعد ما أنا المسافة مديها لك 75 متر ما بين نهاية الرام أو وبداية السبرينج، يعني بعد ال 75 هتنزل كام؟ بعد ال 75 وبالتالي هقيس من هنا اس A الديسبليسمنت، اس A خاصة بالسبرينج A، وبعد كده من هنا هقيس مين؟ اس B. طب العلاقة بين اس A واس B باينة أهو، أن عندي المسافة دي كلها 4 من 10 ودي 3 من 10، يبقى دايما الفرق بين اس A واس B كام؟ 1 من 10. يبقى في 1 من 10 هتنضغطهم الأول مين؟ لسبرينج A، تنزل 1 من 10، وبعد كده تبدأ تنضغط سبرينج B. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اس A تزيد عن اس B بمقدار 1 من 10، يعني اس B بيساوي اس A ناقص 1 من 10 متر. طب لما نطبق مبدأ حفظ الطاقة T1 بلس V1 بيساوي T2 بلس V2، محتاج 2 بوزيشنز، يبقى كده هرسم البوزيشن الثاني، الرام لما تضغط التو سبرينجز تضغط A وبعد كده B، وبعد كده هتسكن الرام دي هتسكن لما ينضغط التو سبرينجز، مجرد ما سكنت هو ده البوزيشن رقم 2. طب بالنسبة للبوزيشن رقم 1 ايه اخبار الكينيتيك انرجي؟ صفر، لان قال له ريليز دي فروم ريست. ايه اخبار البوتنشال انرجي؟ لو خدت الداتا من هنا هاخد الداتا من هنا، تبقى البوتنشال انرجي دي تو جرافيتيشنال فورس او الجرافيتيشنال بوتنشال انرجي عباره عن كام؟ عباره عن صفر، عشان المسافه الراسيه صفر. بس خلي بالك في الحاله الثانيه انا هقيس لتحت، يبقى البوتنشال انرجي في الحاله الثانيه مش هتبقى بصفر، هتبقى نيجاتيف، يبقى سالب 75 من 100 في مين؟ زائد طبعا مين؟ زائد الاس اي المسافة اللي هتنضغطها دي التوتال ديستانس، هتنضغط 75 من 100 زائد اس اي هتبقى بالسالب، واضرب في مين؟ واضرب في الوزن، الوزن كام؟ مديني الكتلة 100 كيلو جرام، اضرب في 981 يبقى 981 نيوتن. وكذلك في بوتنشال انرجي دي 2 الاستيك انرجي، هنا عندي الاستيك بوتنشال انرجي في السبرينجز، يبقى الاستيك بوتنشال انرجي عبارة عن نص كي اس سكوير، هنا سميتها اس يبقى اس سكوير، فور سبرينج اي هتبقى نص كي اي اس اي سكوير، والبوتنشال انرجي او الاستيك بوتنشال انرجي السبرينج بي هتبقى نص كي بي اس بي سكوير. تعالوا ننفذ الكلام ده، انا عندي مبدا الشغل او مبدا حفظ الطاقه تي 1 زائد في 1 بيساوي تي 2 بلس في 2، تي 1 بصفر، في 1 بصفر، تي 2 بصفر، يبقى عندي 3 اصفار، يبقى الشغل كله في 2. في 2 بالنسبه للسبرينج اي نص كي اي اس اي سكوير، بالنسبه للسبرينج بي نص كي بي اس بي سكوير، واس بي عباره عن ايه؟ احتجتها العلاقه اللي انا جبتها دي، عباره عن اس اي ناقص 1 من 10 سكوير. وبالنسبه للجرافيتيشنال بوتنشال انرجي عباره عن سالب دبليو اتش، مين اتش؟ المسافه دي كلها اللي هي اس اي زائد 75 من 100. تعالوا بقى نعوض، مديني الكي اي ومديني الكي بي والاس اي هسيبها زي ما هي دي مجهول، يبقى عندي نص في الكي اي 12، هنا خلي بالك مديني الكي اي 12 كيلو نيوتن، يبقى اضرب في 1000، 12 في 1000 نيوتن لكل متر، اس اي سكوير زائد نص 15000 برضه دي كيلو نيوتن، اضرب في 1000 نيوتن بير متر، في اس بي اللي هي اس اي ناقص 1 من 10، وعندي هنا دبليو اللي هي 981، والاتش عباره عن 75 زائد اس اي 75 من 100 زائد المسافه اللي هتستطيلها وتنضغطها لسبرينج اي، لانه هنا ال 75 من 100 من اول سبرينج
والسبرينج هتنضغط اس ايه، يبقى 75% زائد اس ايه. كده معادلة تربيعية هتبقى ايه لما اختصر في مجهول واحد هو الاس ايه بالشكل ده. احل المعادلة دي تطلع قيمتين لاس ايه، اخد القيمة الانسب تطلع اس ايه 0.331 متر. يبقى كده السبرينج ايه هتنضغط 0.331 متر، والسبرينج بي اقدر برضو اعرف هتنضغط قد ايه، ان انا اعوض في المعادلة دي تبقى 0.331 ناقص 1/10. ناخد مثال تاني، بيقول لي في كولر الكتلة بتاعتها 5 كيلو جرام وكانت سرعتها 5 متر في الثانية عند النقطة A، وبتنزلق على الرود اللي معمول له بيندنج في نهاية الـ A على شكل آرك، والرود ده أو الكولر بينزلق على سموث جايد، فسموث جايد يبقى كده هنهمل الفريكشن. المطلوب إيجاد سرعة الكولر لما توصل عند النقطة B قبل مباشرة ما توصل في الفلور، قبل ما توصل الفلور يعني عند النقطة B المحددة على الشكل ده نهاية الكيرف. وبيقول لي السبرينج unstretched، الـ unstretched length بتاعها 100 ملم، يعني قبل في وضع الارتخاء قبل ما نشدها كان الطول بتاعها 100 ملم، ومديني السبرينج كونستانت 50 نيوتن لكل متر. هنوجد السرعة ازاي عند النقطة B من معطيات المسألة؟ اقدر اطبق مبدا حفظ الطاقه الكونسرفاتيف اوف انرجي. مبدا حفظ الطاقه مجموع طاقتي الوضع والحركه كونستانت، فهناخد تو ستيت، الستيت الاولانيه عند A والستيت الثانيه عند B، يبقى اقدر اكتب على طول تي اي زائد في اي بيساوي تي بي زائد في بي. طيب طاقه الحركه عند ال A عباره عن ايه؟ طاقه الحركه عند ال A مديني سرعه الكولر عندي، يبقى اقدر احسب طاقة الحركة عندي ايه نص ام، ومديني الام 5، يبقى نص 5 في 5 سكوير، يبقى كده حسبت تي اي. ماذا عن الفي اي؟ عشان احسب الفي اي طاقة الوضع عندي اخد ديتم، اخد الديتم عند النقطة بي هنا، وبالتالي هيبقى طاقة الحركة او طاقة الوضع البوتنشال انرجي الجرافيتيشنال بوتنشال انرجي الخاصة بالكولر عند النقطة عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاليفيشن ده او الالتيتيود اللي هو مقداره كام؟ نصف القطر اللي هو 200 مللي، واحولها المتر يعني 2 من 10 متر في وزن الكولر، وزن الكولر 5 كيلو جرام في العجلة 9.81. يبقى كده اقدر احسب الفي جي عند النقطة ام جي في الاتش، 5 في 9.81 في 2 من 10 تطلع 9.81 جول. والفي جي بي بصفر في الحالة الثانية هتوصل عند الداتا، يبقى الالتيتيود او الاليفيشن بتاعها زيرو، وبالتالي في جي بي هتبقى زيرو. عشان احسب البوتنشال انرجي او الالاستيك بوتنشال انرجي الخاصة بالسبرينج لازم احسب الاستطالة اللي حصلت في السبرينج. فالاستطالة اللي حصلت في السبرينج كانت الاول موجودة عند النقطة A بالشكل ده، فالطول ده كام؟ من فيثاغورس اقدر اجيب الطول ده، ده الوتر عبارة عن 2 من 10 تربيع زائد 2 من 10 تربيع اللي هو نفس نصف القطر ده، يبقى 2 من 10 تربيع زائد 2 من 10 تربيع، اقدر كده اجيب مين؟ اجيب الاكس اي. كذلك الاكس بي اللي هي عند النقطة بي هلاقي المسافة دي عبارة عن ايه؟ 2 من 10، المسافة دي كلها 2 من 10 زائد 2 من 10 دي الاكس بي، يبقى كام؟ 4 من 10، ده الطول كله. وكانت السبرينج انستريتشد، الانستريتشد لينث بتاعها 100 مللي يعني 1 من 10، يبقى 4 من 10 ناقص 1 من 10 اديني 3 من 10 متر. يبقى كده اقدر احسب الالاستيك بوتنشال انرجي عند النقطه A نص كي اكس سكوير A، وادي نص والكي 50 في الاكس سكوير اللي هي 0.1828 سكوير، تطلع 0.8358 جول بالمثل. اقدر احسب الالاستيك بوتنشال انرجي عند النقطة B نص كي اكس بي سكوير، نص في 50 في 3 من 10 سكوير تطلع 2.25 جول. وبالتالي اقدر اعوض في المعادلة بتاعت البرنسبل اوف كونسرفيشن اوف انرجي مباشرة عن التي اي نص الكتلة في مربع السرعة زائد البوتنشال انرجي عند النقطة A، البوتنشال انرجي عند النقطة A 9.81 زائد البوتنشال انرجي عند النقطة A دي 2 gravitational force أو دي 2 elastic عند النقطة A، دي 2 gravitational force، ودي هتكون
دي 2 elastic energy يبقى كام؟ 2 او 0.8358 هتساوي طاقة الحركة عند النقطة بي نص في الكتلة M في مربع السرعة في بي هو اللي طالبها، هو ده المجهول بتاعنا، زائد البوتنشال انرجي دي 2 جرافيتي او الجرافيتيشنال بوتنشال انرجي عند النقطة بي بزيرو، زائد الالاستيك بوتنشال انرجي عند النقطة بي لسه حاسبها 2 وربع، يبقى زائد 2 وربع معادلة في مجهول واحد هو الفي بي، احسب الفي بي تطلع 5.33 متر لكل ثانية. أتمنى تكون محاضرة اليوم واضحة، وأشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة. شكرا لحسن استماعكم.